وليد الرجراجي مدرب أسود الأطلس يفاجئ المغاربة ويقرر بشكل نهائي استبعاد 3 نجوم كبار في المنتخب المغربي خلال المعسكر المقبل، وأيضا يوجه تحذير شديد اللهجة، تحذير أخير إلى هؤلاء. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. ذكر موقع البطولة المغربي اليوم أن وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي الأول قرر بشكل نهائي بعد جلسة جمعته مع باقي الجهاز الفني استبعاد 3 نجوم بالمنتخب المغربي نظرا لأدائهم السيء والمخزي وعدم استغلالهم لأي فرصة في إثبات أنفسهم. ويتعلق الأمر بالثلاثي يوسف مالح لاعب نادي إريتشي الإيطالي، عمران لوزا نجم نادي واتفورد الإنجليزي، وأخيرا أسامة الإدريسي نجم نادي فايروند الهولندي. أيضا هناك بعض الأسماء القريبة بشدة وبشدة من عدم التواجد مرة أخرى مع المنتخب المغربي، ويتعلق الأمر بالثنائي عبد الرزاق حمد الله وأنس الزروري. أيضا هناك بعض اللاعبين لهم تحذير شديد اللهجة من وليد الرجراجي أن يعودوا إلى مستواهم، وإلا الاستبعاد سيكون من نصيبهم. ويتعلق الأمر بيوسف النصيري حيث طالب الرجراجي النصيري بالعودة إلى مستواه، وأيضا زكريا أبو خلال. في نهاية الأمر كل التوفيق للمنتخب المغربي، وكلنا ورا وليد الرجراجي أيا كان من يستدعي خلال الفترة القادمة.